وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بن سعيد يقوم بأجادير بزيارات ميدانية تفقد خلالها عددا من المنشآت الثقافية بمدينة الانبعاث، وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج الوزارة الرامي إلى القيام بسلسلة من الزيارات إلى مختلف مدن وأقاليم المملكة للإطلاع على تقدم أشغال عدد من المشاريع الثقافية ومعاينة المنشآت الثقافية. وأقام السيد بن سعيد بزيارة لكل من موقع قصبة أجادير فلا وورش إعادة تهيئة سينما الصحراء ومشروع بناء المسرح الكبير بالمدينة. كيف ما كتعرفوا مدينة أجادير عانت بعد الزلزال، والتراث المغربي تراث أجادير كان عانى، واليوم الحمد لله المجهودات اللي قاموا بها الشركاء كلهم، أولا الشركاء المحليين، أولا الجهة الولاية الجماعات بالطبع مع بالتنسيق مع وزارة الثقافة، كيخلينا اليوم نحلموا من جديد باش نشوفوا هذا التراث ونشوفوا مراكم يعاود يرجع ويذكرنا بتاريخ المنطقة. وتهدف عملية إعادة تأهيل قصبة أجادير فلا كمشروع تشرف على تنفيذه شركة التنمية الجهوية للسياحة سوسماسا إلى تمكين هذا الموقع من استعادة ذاكرته وتعزيز جاذبيته وضمان ولوج عدد أكبر من الزوار إليه في أحسن الظروف.